إذا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر مباشرة هنا من مدينة مارتيل، من كورنيش مارتيل. صراحة بعد فيديو شوف تي في اللي نشرناه البارح، وكذلك النداءات اللي وجهناها من طرف يعني قناة شوف تي في هنا في التغطية ديالنا المباشرة، فطالبنا السلطات لضرورة التدخل هنا لإزاحة الرمال اللي كتشكل خطر على المواطنين هنا في الشارع العام يعني في مدينة مارتيل. متابعي قناة شوف تي في، الرسالة ديال شوف تي في مسموعة، والسلطات الان تستجيب لهذه الرساله هذه وتقوم بعمليه ازاحه يعني الرمال من كورنيش مارتيل. فمتابعي قناه شوف تي في، انقل لكم بالصوت والصوره مباشره من كورنيش مارتيل عمل يعني السلطات اللي ناديناهم بضروره ازاحه هذا الرمال اللي كانت كتزحف يعني من البحر من الشاطئ الى يعني الشارع العام، وكتشكل يعني ضرر بالنسبه يعني للمواطنين. فأكد لي يعني المستخدم الان ديال الشمعه لان غادي يتحققوا اليه تحضير اخرين وغادي يقوموا بازاحه هذه الرمال كامله اللي كتشكل خطر على المواطنين. وقال لي لانهم دائما كيدخلوا، حنا كنا البارح صراحه وجهنا نداء للمسؤولين بضروره التدخل، لان الرمال انا غادي نحاول نقرب لكم الصوره، والان الحمد لله المسؤولين هما استجبوا للطلب، وهذه هي الدور ديال شوف تي في، هو نبلغوا الرسالة ديال المسؤولين. الصوت ديال شوف تي في فهو صوت مسموع، أول قناة يعني صراحة تلفزية إلكترونية بالمغرب، 18 مليار مشاهدة، فهذا الشيء كيخلي على أن الصوت ديال شوف تي في يكون مسموع، والقضايا اللي كتطرق لها شوف تي في فكيتم يعني الاستجابة لها، أغلبية ديال القضايا كيتم الاستجابة لها. حنا مع الشعب المغربي، حنا كنا كنديروا ميكرو تروطوار وشفنا الناس كيهضروا على هذا المشكل ديال الرمال اللي كتزحف يعني من البحر. متابعي قناة شوف تي في للشارع العام، وهنا الان يعني هذه الاشكاليه ديال الرمال. صراحه باش نتحدث معكم بواقعيه وبكل مصداقيه، فخديت يعني التصريحات ديال الناس هنايا، غادي نسجل معاهم، خديتيه في الكواليس والروبورتاج غادي نسجلوا بعد لحظات. الناس كيطالبوا بضروره يعني التدخل بشكل يعني رسمي وبدون يعني ترقيعات. بالنسبه لهم هذا الشيء كيبقى ترقيعات، لان الرمال عاوتاني غدا ولا بعد غدا غادي تجي من البحر عاوتاني تجي للشارع، عاوتاني خصو يدخل المجلس الجماعي. اذا الساكنه كتفكر كتقول لك خصنا شي حل جذري لهذا الرمال اللي كتزحف من البحر للشارع العام. غادي نحاول ناخذ يعني التصريحات ديالهم، انا قبيله هضرت معاهم، قال لك نسالي بعد اللايف وغادي نسجل معاهم. هذا مشكل اللي كتعاني منه الساكنه ديال مارتيل، خصو يتحل هذا المشكل بشكل يعني نهائي، بشكل يعني تام، بشكل يعني نهائي. اذا نقربكم من اجواء متابعي قناه شوف تي في مباشره معكم هنا من مدينه مارتيل، لنقول لكم بالصوت والصوره يعني ازاحه الرمال من كورنيش مارتيل بعد فيديو شوف تي في اللي حقق نسبه مشاهده عاليه. الرمال تزحف الشوارع الرئيسيه بمدينه مارتيل، هذا هو العنوان اللي تنشر به الفيديو ديال شوف تي في. فالسلطات كتستجب للمطالب ديالنا اللي وجهناها وللرساله اللي وجهناها بضروره التدخل هنا يعني كورنيش مارتيل لازاحه هذا الرمال. صدر 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 اخويا صدر، قول كلمة ديالك على هذا المشكل ديال الرمال. الرمال المشكل ديالو خاص شي، قلت لي قبيلة بأن خاص شي حل يكون جذري، تفضل. الحل كاين يا ضر الله خير رجع ربطها. اسمح لي. غادي ناخذ تصريحات الآن ديال المواطنين متابعي قناة شوف تي في، الرأي ديالهم بخصوص المشكل اللي كاين هي الرملة هذه، ما واخا كتردها دابا هيدا عاود كيجي الريح عاود كيردها. اسمح لي أنا غادي نعطيك التصريح، خذ أخويا التصريح. السلام عليكم. إذا متابعي قناة شوف تي في، الطريح ديال احد الساكنه هنا ديال مارتي غادي يقول لنا الواقع. دابا ها هما السلطات جاوا غادي يحيدوا هاد الرمله، ولكن قلت لي بان غادي عاوتاني ترجع. دابا هذه بحال انسان بحال ملي حما تيب الحاجه كيجي الريحه وكيردها. دابا جوج ساعات ثلاث ساعات غتهضر هنايا رجعت عاود الكورنيش عاود.
نعم دابا غير تيبا عاود رد الرحله، اذا كاين شرقي باقا سيمانه شرقي اسبوع. دابا هذه الحاله فوق شويه، هذه الحاله كاينه هذه من ديما هيدا ديما الحاله ديما هذه الحاله، هذا المشكل هذا دائم. المشكل هذا اللي كاين هذا خصو الحال، خصو ميزانيه كبيره، خصو تراكسات بحال هيدا يشبروا هذه الرمله هذه يردوها للبحر يدفعوها. نعم. حنا ملي تعدل الكورنيش كنا صغارين كنا ما كنقدروش نطلعوا بهذا السور هذا. نعم كان السور عالي. حيدوه لا ماشي حيدوه، الرمله البحر كيقرب البحر كيقرب البحر البحر. دابا المشكل الرمله ملي كيجي شرقي كانوا كيديوها قبل، كانوا كيديوها الناس، دابا كيردوها حتى كتردها عاد كترجعني. اذا بالنسبه لكم انتم كساكنه هذه كتبقى فقط مجرد حلول ترقيعيه. هذا هو المجدبة هذا. واذا ما كانش تراكسات يردوا البحر خصهم السور يخليوها عالي. فهمتي؟ السور يبقى عالي، فملي كيجي الرمل كيجي الرمل كيضرب في السور، فهاد السور هذا فهاد الحيط هذا هنا خصو يضرب فيه السور، خصو يضرب فيه الرمله. نعم شو يغطي ديك الرمله يكون المهم السور خصو يكون عالي ويكون الرمله حانيه، ملي كيجي الرمله كضرب في السور باش يتم القطع نهائيا على هذا الاشكال هذا. هذا وذا ما كانوش التراكسات خصهم بزاف، خصهم مثلا انا تحدثت دابا مع التقني قال لك غادي يجوا تراكسات حاجه اخرين. شو هذا هو الحل انه كاين، ما كاينش حل من غير الحل هذا. وذا ما تدورش هذه الرمله للبحر. نعم. يجيو التراكسات يكونوا بزاف تراكسات مثلا كيعدلوا يعملوا اجتماع يشوفوا الحل ديالهم مثلا في شهر 10 واما في شهر 11 ويجيو يبقاو يردوا. باش ملي كتجي 3 شهور هذا مثلا هذا وقت قاصح من دابا شهر عندك 12 وواحد وجوج هذوم 3 شهور فهمتي، حتى الثالث هذوم 3 شهور كيكونوا صعابين. حنا غنواكبوا معكم قناة الشعب شوف تيفي غادي تواكب معكم، وغادي حنا البارح وجهنا رسالة للمسؤولين. نعم. قلنا لهم خصهم يدخلوا، ما يمكنش هذه الرمله تبقى هكا لأن السنة يومين وأنا هنا كنلقى نفس الإشكال. هذا مشكل دائما، هذا المشكل حنا كنحصلوا فيه. نعم. هنا يعني نعم. نقول لك إذا ما كانتش الرمله ترجع للبحر ما كاين حتى شي حل من غير هذه الحالة هذا. واخا كيجيو هيدا مثلا غير كيخسروا صافي كيخسروا فلوس ميزانيه كان في باطل. نعم. اذا شكرا لك وحيك. كنقل لكم بالصوت والصوره متابعي قناه شو تي في الاجواء هنا من مدينه مارتيل. الان السلطات كتقوم بازاحه الرمال بعد فيديو شو تي في، لكن بالنسبه للساكنه كتبقى حلول ترقيعيه لان خاص حل جذري. واخا يجيبوا الرمله قال لك بان غا هما دابا كيخدموا ميزانيه كتمشي او يعني كيحيدوا هذه الرمله عاوتاني غدا ولا بعد غدا ترجع عاوتاني خصهم يجيو. قال لك الساكنه على ان خاص حدر حل اللي هو جذري لهذا المشكل هذا ديال الرمال اللي كتزحف للكورنيش ديال مارتيل متابعي قناه شوف تيفي. اذا بالصوت والصوره هذا هو ما يعني بحر مدينه مارتيل الجميل اللي كيقصدوه الجميع. ها انتم كتشوفوا الرمال كتزحف، مشكل هذا اشكال كبير هذا. وهذا التصوير هذا صغير وراه انتم كتشوفوا كان كبير ولكن ولا صغير لان الرمله طلعت، الرمله ديال البحر طلعت. اذا هذا هذه الاجواء الان متابعي قناه شوف تيفي. كنحاولوا نقلوا لكم من الجوانب كامله. شوف يعني كيحيدوا عاوتاني كتجي عاوتاني الريح عاوتاني ينزلوا يرجعوا لنفس الاشكال. المهم اشكال حقيقي وصافي، خاص رصد واحد الميزانيه كبيره متابعي قناه شوف تيفي لهذا المشروع هذا باش ما يبقاش يضيع. يعني دابا هذا المازوط بحال كيضيع، هما كيديروا اللي عليهم ولكن غدا عاوتاني ولا بعد غدا خصهم يضيعوا عاوتاني المازوط. ماشي كيضيعوه وانما كتبدد الميزانيه في هذا الشيء هذا. اذا خاص التفكير في حل جذري. ها هي الرمله دابا داروها هنا وغادي يجيو من بعد حسب العلم ديالي غادي يجيو غادي يحيدوها من هنا يديوها للبحر لهيه يدفعوها لهيه يفرقوها على البحر عاوتاني تجي الريح عاوتاني من يجي الريح عاوتاني نفس المشكل غير يجي الريح عاوتاني عاوتاني يهزها من البحر ويجيبها عاوتاني لهنا عاوتاني هما يجيو الناس يبقاو يهضروا عاوتاني يبقاو يشدوا عاوتاني التراكسات ويحيدوها ويجيبوها هنا. اذا خاص التفكير في حل اللي هو جذري، حل نهائي وجذري لهذا الاشكال هذا. النجاعة انا كنقول النجاعة وهذه في التدخلات خاص كيفاش كنعيطوا لها ليفيسيونس ليفيسيونس شنو ليفيسيونس؟ ليفيسيونس هي الفعالية، الفعالية في التدخل كتكون بلو موانكو كتكون بأقل ثمن. الفعالية ليفيسيونس كاينة ليفيكاسيتي وكاينة ليفيسيونس. ليفيسيونس هي التدخل بلو موانكو يعني بأقل ثمن، خاص هنا التدخل بأقل ثمن بأقل كلفة، خاص تحل هذا المشكل بأقل كلفة. شنو هي؟ هي ندير واحد المشروع، مشروع كبير ضخم اللي غادي ينقذ المدينة ديال مارتيل من هذا التبذير ديال المال. بالنسبه للسكينه لان اشاك فوا كتمشي الرمال وكترجع فهذا الرزق ديال المواطن هنا كيضيع. دونك الله يجازيكم بخير، خاص التفكير في حل الجذري هنا. رساله من شوف تيفي للمسؤولين. احنا شوف تيفي مع قضايا الشعب المغربي وخدينا التصريحات ديال الشعب المغربي وكنقلوا التصريحات ديال الشعب المغربي. اذا نواصل معكم متابعي قناه شوف تيفي. اسمحوا لي الاجواء ديال المباشر وبرد قارص
برد قارس. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى التفاعلات ديالكم صراحه، وكتقدروا لنا الظروف. حنا الان في حي المكان والبرد، البرد والجو بارد يعني متابعي قناه شوف تيفي، وحنا كنديروا الخدمه ديالنا بكل مهنيه وكنقلوا الواقع كيف ما هو. اذا غادي نقطعوا معكم هذا اللايف متابعي قناه شوف تيفي، حاولوا تبارطاجيو على نطاق واسع. قلنا لكم الصوت والصوره من مدينه مارتيل، من كورنيش مارتيل. كان معكم موصف بودري مراسل شوف تيفي. دمتم في امان الله، الى لايف قادم بحول الله، الى مباشر قادم بحول الله. تحيه للجميع.